عط عادل قبلي ها. لا والله لا والله لا صدق والله. الله يهين كيف اول عمرك. انا اليوم معزين يا الربع. ما شاء الله ما انت راقد ذا الحين. وين انت رايح يا شخبوط؟ شوي دقائق ومعود علي. دقائق عقب العصر؟ اللهم امين. الله يوفق اخويانا اللي طلعوا. لازم نقدم جزاء. شباب انا طالبكم تركيز. انت تركع انت هتفيش عشان كذا انا ما راح اقول لك شيء. من امس انت من البارح ما قلت لك. غلق اسمعك. كمل كمل ان شاء الله. خليك تكلم يا ربع انتم جالسين هنا معك انتم جالسين هنا ولا بتغيرون اللوكيشن ولا شيء ودي اقرا عليكم وصيه اخوياكم اللي طلعوا خلي غلط حاضر يسد على الغايب وانا نخليها المغرب مغرب معليش والله معليش مغرب مغرب زين اسامه كلامه طيب وراسه طيب كمل حلوة حبيب قلبي قل يا حبوي لك يا حب لقلبك أظن أنا الوحيد اللي ما كتبت بعد صح؟ أنت ما كتبت؟ تدري ليش؟ ليش ما كتبت أكفى؟ عشان إذا فتحت لازم تكتب اليوم لازم تكتب اليوم هذه حركة الله يهينك بس كرمتك طب حطيت اسمك طيب؟ عشان أقرأ صفحة بيضاء؟ معروف لا يقرأ الله أكبر كيف؟ مضبوط التصريف أتوقع عيال كلهم كتبوا كلهم مكتوب ما بقول لك ما في شيء ما في حق اسلم 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 تعال سام عنده هجة بس ابا خطا عيدها اسال الله العظيم خاصم هنا ما الله ما درينا يا مخرج بيز كروز اجين هذه يا ربع حاب اللي وصلوا عندك قهوه ايه خلاص بعيد كلمه خليه بعيد كلمه توفي حيل مساكم الله بالخير يا ربع تبنوا بنيان الله جم مجيد هيبه احسن صلوا على محمد واخوكم اخوكم الصغير وسام عنده كلمه عنده كلمتين أول شيء يسأل الله إني أول شيء مبروك ألف مبروك جميع قبولنا ضمن 23 متسابق الله يبارك فيك وأسأل الله إني يوفقنا ويعيننا خلال 90 يوم هذه 85 يوم والله يعيننا على الإنجازات والله يعيننا على أشياء كثير والله يعيننا على اللي بنودعهم يعني تخبرون ثلاثة عجز نستحمل فبارك الأسبوع نودع لنا واحد يا رب بقلوبكم كلكم ونبي اتمنى يعني نسختنا هذه شو اسمه على ماقي نقدم كل شيء ما نبي نخليه بشيل ونسختنا هذه على ماقي مثل ما قال والله واحد من الشباب نسختنا هذه مجنونه كفو لا يسوي كل شيء كفو كالطيب يا بعد قلبي اي والله مجنون دعوتك يا اسامه فختاما واخيرا اسال الله ان يوفقكم واسال الله ان يعافينا وصل الله يدخل الطائف الجنة الله يا حبو يا سيدي شغلنا وداعية شباب
قهوة تأكد مرة وسر الله ادعوا لي بالخصم اللي جاني أول إبراهيم أنا مسدح بأول طاولة كمله الموضوع مبارك البعض ما عندي شيء ما عندي شيء عن الناس اللي طلعوا امس ولا ايه تبوني يا عيال فهد مطير عندك كلمه لو سمحت فهد مطير يسلم سوي ابو خليفه ما بعد كلام اسامه شيء لكن بسم الله حيد ابو خليفه خرجتني يا ابو بسم الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والله ثم الله ثم الله اني ودي احب كل خشم واحد من دعم لي وجمهوري غالي وعزيز ولا تضحك يا فهد العطوي انت وفهد زعيزعي تضحك ها والله اشكر من دعم دعم فهد مطيري على عيني وعلى راسي يستاهل ابو خليفه طيب المايك لا لا عيال خل فيصل صلوا على محمد عليه الصلاه والسلام وصلى مثل ما جمعنا في ذا المكان يجمعنا في الجنه اللهم امين بيمشي السر الحين من عند فيصل عشان تداخل مايكات لبيه نبي كلمه تقولها شاري. للناس اللي صوتوا لك ودعموك وكانوا خلفك وهم السبب بعد الله سبحانه وتعالى في جلوسك هنا اكيد طاقتك عادل كلامك على متمه مثل مايكات عشان ما في شغال المايكات والله كل شوي نكشف واحد طابي مايك فتكفون يا شباب ما نرضى على بعض بالخصومات كلامك على متمه طيب حاول تجمع سلطان عبد الامير تكلم لين على بال ما يجي فيصل أحد القهوة يا أخي عادي سولف بلهجتك تفضل يا فيصل أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أشكر جميع من صوت لي وقف معي إن شاء الله نكون قدها بإذن الله ووعد الجماهير ان شاء الله الجاي افضل وافضل وافضل سالو ابو عبد الله الله يوفقنا جميعا شهراني محمد اشكر كل اللي دعمني وصوت لي والله يا جميل اشكر فيصل حاج حبيبي استاهل استاهل فهد اقول كل من دعمني بي والله وجيتكم وجمل الله حالكم وابشروا بي كفو كفو اسلم يا مهند والله ما ادري شو بقول اللي في خاطرك شكرا صريح شكرا لكم احب صراحتك يا مهند يا حبيبي سلام بسعد اشكر والله كل من دعم وبعد كذا لا يدعمهم فلوس اخوان يخلصوا البرنامج لا احد يدعم خرب ام المشروع اشكر بس دقيقه بشكر اختي ام عبد الرحمن والله ما تنام يا عادل تستاهل الله العظيم يوم اعطونا الجوال 10 دقائق تقول والله ما انام تستاهل اشكرها والله فريق الدعم والشباب كلهم الاخت هي والام الثانيه ما هو اي والله صدق تستاهل تفضل يا وليد تفضل يا وليد اول حاجه تعجز الكلمات والله عن شكر كل الناس اللي وقفوا معنا في صفنا وحنا ما ندري بيض الله وجيهم جم الله حالهم وان شاء الله نكون قد الثقه اليوم حطونا فيها بحول الله وقوته هذا الشيء الأول الشيء الثاني حسبي الله ونعم الوكيل على كل من لعب في حسبتي يا هذا الثوب ما أقدر أخيطه ولا أقدر أسوي فيه أي شيء طب أذكر أسماء عادي 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 ما أذكر أسماء أذكر أسماء أنا ما أستحي ما أذكر أسماء فهذا مطيري هل بقومي لا حمد الزعيزعي لا والله كان والله خذي ما محمد رحمه الله سأل النية تبشر بالجهة ها كلام عند أسامة أخواننا أسامة أسامة شكرا شكرا من القلب شكرا أول شيء حمدين ترى يا رجيك قال هنا لا هذا شكرا فريق الدعم أنا شكرتك يا فريق الدعم سلطان تفضل تعال جسين سلطان عشان أول شيء شكرا سعود عتيب اللي على نتيجتي لأنه صراحة نشف عظام وجنبي هذا حاسب وجنبي هذا حاسب أسامة لا ترتجي في هذا أنا شفتوه أمشي من هو يبتعد خل كذا الرجال حد الحين مرتبك يقول نشف عظامي العظام التنشف ما ادري يا رجل ففريق دعمي ابغى تعطيه مدرب ليه ما تشدون حيلكم انتم انا سبتكم وقفت على المسرح انا ابراهيم الجاي اشوفكم شدين حيلكم ماخذ درع تسمعون ولا لا وشكرا فريق دعم فهد المطيري اللي صوتوا له التقي الحلقه الثانيه بعد اسلم ابو خليفه انا والله اللي شكرت جمهوري ودايم والله لا يحرمني امين امين تفضل يا ابراهيم الحقيقه ما يسمون الحكي شكرا لفريق الدعم الله يبيض وجيههم
ولا الوالد والوالدة على دعواتهم مؤخرا ولا انعدم منهم. والله يجعلنا عند حسن الظن ان شاء الله. تضرب فيك. خذ السالفه مني بدري. اما انا صلوا على محمد عليه الصلاه والسلام. اقول شكرا لكل من صوت سواء تصويت مجاني او تصويت من متجر. وشكرا لكل من كتب كلمه. وشكرا حتى لكل من دعا. احيانا في شخص يحبك ولا قدر يصوت لك لسبب ما، اما انه يطول عمر صوت لشخص ما من عندنا وهو يستاهل اللي صوت له، لكن يكفي من هذا كله دعوه في ظهر غيب، ومحبه الناس هي المطمع والمشفق. نعم. اسال الله جل وعلا ان يكون عند حسن ظنهم، وشكرا لهم جميع. اسلم يا ابو مهنا. انا اقول بيض الله وجهك المصوت سواء اني اعرفه ولا ما اعرفه، يكفي ان كسبنا محبه الناس ومحبه وقلوب خالق الله وقلوب المتسابقين. اسال الله التوفيق لي ولكم ان شاء الله. اللهم امين. سبب حسن يبان وجيه الله يطول اعماركم يا فريق الدعم، وبيضان وجيه هي ايام العريقه. نعم. اول شيء بيض الله وجه كل من صوت سواء فلوس ولا من غير فلوس او شارك بتغريده باسم فهد العطوي. استاهل. وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله نكون على قد الثقه ان شاء الله باذن الله، وتشوف القادم افضل. استاهل. اسلم المجيد. نسمع عبد المجيد. عبد المجيد جيد والذئبي يتفضل. تراك اعطيت المجال يعني مو لازم تقول ولا هرجكم ملطوم ها؟ بسرعه شخبوط ما موجود. جميع من صوت لي. جميع من صوت لي اشكرهم واشكر على راسهم عبد الله بن نفال ابو بسام الله يطول عمره. نعم والله نعم. خلصت خلاص ارتحت. ما حد قاطع غريبه لا هو يصرح له عمر. خلاص اسالك واشكر عتيبه كافو. كافو. اول شيء اشكر فريق دعمي على وقفتهم معي وعلى ثقتهم في، واقول وشو فريق دعمي ما شكر. اشكر فريق دعمي بعد. ما قلت لك فريق دعمي. فريق دعمي في غير شيء؟ لا نتاكد. على راسه صغير. طيب اشكر فريق دعمي على اللي قدموا لي والجمهور على ثقتهم فيني، واقول لاخواني اللي راحوا احنا معكم هذا بدايه نجاحكم، وما اقول غير الله يوفقنا ويوفقكم. والكلمه للذيب. استنوا بلافي فخدع او كلام جميل. الله يدخل طيب الجنة. أقول يشهد الله أني غريق في بحر جميلكم. الله. ويشهد الله أن الحمل ثقيلي والله. لكن الله يقدرنا على رد الجميل. وأحب أخص أو أعم الشكر لجميع الجماهير، وأحب أخص لايف الهيلة ولايف العصمة بالشكر. وعليكم زود. والله يقدرنا على رد الجميل. ولا خلكم الجنة يا رب الجميل. ولا هرجكم ملطوم يا ابو لافي. عشان توصل من القلب للقلب. ولا هرجكم ملطوم يا ابو لافي. كان الاخوان يسمحوا لي. يا الربع والله فرق الدعم ما شاء الله تبارك الله، والله انهم يتعبون تعم الله به عليم، سواء من 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 تغريدات، سواء من من قص مقاطع، سواء من تصميم مقاطع. والله العظيم انا اسمحوا لي وانا اخوكم الصغير اني اشكر جميع فرق الدعم، سواء فريق دعم عادل بن هيف او فرقكم انتم حتى كل ابوكم، احنا كلنا في نهايه الامر هذه والله صفقه لهم يستاهلوا. والله مسفر عندك كلمه؟ شخوط تكلمت انت يا عطيه؟ لسه عطيه تكلم. ابو سعد خلاص خلاص عنك وعن لا ما شاء الله تكلم. ايوه ابو سعد تكلم. عطيه ما تكلم. انا نفس كلام ابو سعد. يا لب عطيه تكلم ولقيتها ما تكلم. والله نفس كلامي بيقول ليه؟ الله خلاص انا نفس كلام حبيبي. والله نطلع فاصل. لا لا يا رجال تكفى. انت قمت اليوم معك؟ ما ادري قمت الضحى معي انت. والله العظيم انت كل يوم انت وين تغدي؟ الضحى ذا الضحى وين تروح؟ في صلاة ضحى في استغفار. الله يجزاك خير. خان خان اسمه خان. ها؟ تعرف وش التان؟ اي وشو؟ اتحداك بطول. دائما الضحى تقول راح يسوي تان. وش التان؟ بطول. تذكر على متمه. والله الساعي يا ابو سعد ترى صادق 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 شخبوط. ترى صادق شخبوط احسب لنا فطور صدق. دام مخلينا نقوم الظهر دايم ها؟ الظهر حاول ان ما نتناقش مع احد. اي واحد يقول سالفه حتى لو انا خطا ولا
بالأنصح. طيب والذيابي جيده حتى الذيابي أنا لو يناقش الذيابي هو الذيابي أصلاً قد جاب شيء صح أصلاً ما قد جاب شيء صح الذيابي قال والله يشيل رأسه هو رأسه ذقيل خلقه يلا يشيل رأسه طبعا اني ما ادري وش اسمه اللون ذا لا اقراها لكم يعرفها لا 50 لا لا خليني بقراها الحين طالما ان احنا مجتمعين اي والله يا ريت بعض مو مش بجيكم الحين لحد يروح الرب وين بتروح بتروح تجيب الكتاب ايه منك اي والله وين يا حمد انا تعال بعلمك ايش قال لا بقول لك انا بجيك خصم ان كنت تروح ترجم عاد اجمع اجمع حلاك شلون ما اسمه اللون تغدى حد بيتغدى رنجي لا يقولون بيحطون قرعه قرعه ليش يقولون ثلاثه بيروحون قرعه اربعه بيطبخون اجل يا مخرج بلا شغل تغدى نبغى نتغدى نشوف القرعه ليه القرعه شوي بيجون والله ما رقت تو الساعه ها انا والله يرججير حزه لا مو مسد كذا حزه النوم مثلا انت الحين انتهى البث ثنتين على ما ها تجي فراشك يمكن ثلاث يعني بترقد ما يمديك تصلي الفجر لازم انك تنتظر لين تصلي الفجر عقب الفجر لين 12 اصلا ما انت براقد عقب الفجر على طول لازم تمغط شوي ها تقلب ظهرت الشمس رقدت قمت 12 في نوم يعني خلونها 24 ساعه وخلاص يا ولد قاعد ولا فتره صباحيه وفتره مسائيه شفتي صح صحيح متى نمت يا شخبو والله اني ما ادري الساعه 7 وشوي كويس حد راي نومك طبيعي وين طبيعي عندي شيء انه ما شاء الله من قوه صوته ما يسمعك اذا رديت عليه ولا اذا بتفتح سالفه ما يسمع صوته عم مغطي عليه يعطيه يشكي لك وانت تسمع شارك من اول ماني قادر بس اعطيه اللي يفهمه انا معلمك الظهر ما كان قلت فيه شخبوط اللي تبيه وش تبين اقصر الصوت لا خلاص يا مهلا صوتك الظهر يا زينة ودي نضرب على صوت فيصل على الظهر سمعنا فيصل عطنا شيء توني معديلها قبل شوي ادينا فيصل شيء الساعة 12 ايش يعطيك؟ ظهريات في شيء على الظهر يا صاحبي في عيال من 12 40 دقيقة لا والله لا احد ينشد يلا يا ابو قصيد الظهر اي والله تكفى ولا احد يسولف لا الظهر حلقة